أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائل يقول: ما الفرق بين الشيعة والرافضة وما أنواعهم؟ الشيعة أصناف، الشيعة أصناف هم واحد، الشيعة المفضلة والشيعة الغلاة والشيعة الباطنية والشيعة كثير، الشيعة أصناف، أصناف متعددة. والرافضة فرقة من الشيعة، الزيدية والرافضة والباطنية وكلها من فرق الشيعة، نعم، لكنهم يتفاوتون، بعضهم أخف من بعض، نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.